اوكيبيست برك هكذا انا درتها في ست نقاط. يعني باش الانسان لازم اولا يعني بعد باش نعاودوا نوليو في الفورما تاعنا بعد رمضان، اولا لازم ناكلوا بصفه عقلانيه، دونك فو مونجي ريزونابلمون. واش هي الماكله؟ كما قلت الماكله الصحيه، دونك التغذيه الصحيه لازم ناكلوا لي بلا لي خفاف ماشي لا. ثانيا لازم نبعدوا على لي فريتور، الحوايج هذو القليان بزاف لازم نتعلموا ننساو نهائيا يعني الماكله اللي تقلات ولا كي ميجوتي ولا لي فارس اللي نحبهم بزاف. وثاني يفو نيفيتي ويفو ايفيتي اوسي على لي موان ليميتي الماكله الثقيله بزاف. دونك كيما قلت لازم نتعلموا باغ اكزومبل ناكلوا ان ريبا مليح في السمانه، ريش بلو ريش كو دابيتود، على الاقل مره في السمانه. في ثلاثه لازم نشربوا بزاف الماء، كيما قلت فو بوا بوكو الانسان باش بور ايدراتي الكور تاعنا. ما يلزمش كيما قلت من قبيل لي سوب. رابعا لازم يفو مانتونيغ ان بون بوتي ديجوني، الانسان ما يلزمش ينسى فطور الصباح، على خاطر كاين بزاف يقول لك نوض ما نحبش ما نقدرش ناكل على خاطر ما عنديش. الانسان اللي عنده هالمشكل يقول لك ما تجعتش ينوض شويه بكري، على خاطر الانسان كي ينوض شويه بكري سا ابل لا فان، دونك يجيه شويه الجوع باش يقدر يشرب يعني يشرب القهوه تاعو ولا لو بتي ديجوني تاعو دو بريفيرونس يكونوا فيه لي فروي دونك الفواكه، ويكونوا فيه دي بواسون الحليب ولا الاتاي. خامسا لازم يفو روتروفي ان نوفو ان بون ريتم دو سومي. قلنا مشكل تاعنا رقد، لازم نعاودو نولفو روحنا نوليو نرقدو شويه بكري قبل 10 تاع الليل، وثاني في وقت محدد اون اور فيكس نتاع كل يوم. سادسا لازم نديرو ليكزيرسيس، لازم نديرو الرياضه، لازم نمشيو ما نقعدوش قاعدين برك، الفو نحاولو نديرو الرياضه كيما قلت من قبيل اون اكتيفيتي فيزيك حتى شويه برك ان مينيم سبور ولا ماشي لا كورس ما نقولش باش يجري، ولا نديرو دي زيكزيرسيس مام في الدار. كاين يعني عنده فيل وكاين يدير يعني شويه رياضه في الدار. وقلت على سبيل المثال يفو بريفيري بارون تمشي وليو تمشي بالطوموبيل تاعك، طلع لي زيسكالي وليو تطلع في لاسونسور، ويكون عندك تغذية يعني صحية عادية ومتوازنة. وإن شاء الله ولازم لك هذا الشهر كاع مور رمضان لازم تاخذ هذا الريتم هذا وتقول لفروحك بهذا الريتم الجديد باش ما يصراولكش مؤثرات ولا ما يصراولكش مشاكل بعدها.